خلينا نروح للخبر اللي بعد كده. وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي يبحث استعدادات استضافه مصر لبطوله العالم للكره الطائره للجلوس. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قابل النهارده الصبح عدد من ممثلي الاتحادات المصريه او الاتحاد المصري للكره الطائره البارالمبيه علشان يناقشوا استعدادات مصر لاستضافه بطوله العالم للكره الطائره جلوس واللي هتتلعب هنا في مصر شهر 12 اللي جاي. مسؤول الاتحاد عرضوا التصور الخاص بتنظيم البطوله بمشاركه 32 منتخب للرجال والسيدات، رقم كبير جدا. كل التوفيق طبعا لمصر في تنظيم هذا الحدث الكبير، وزي ما قلت لحضراتكم كل يوم بنسمع عن اعلان عن بطولات دوليه كبيره على حجم كؤوس العالم وبطولات العالم، ومصر قادره على تنظيم ده. نروح طبعا للعبه الريش او ريشه الطائره. عندنا خبر جيد كويس جدا انه طبعا كابتن هشام التهامي فاز بعضويه الاتحاد الافريقي لريشه الطائره. طيب خلينا نقول التفاصيل. حصل التهامي على الاغلبيه الساحقه من الاصوات على منصب العضويه من خلال الانتخابات اللي اتعملت امبارح على طريقه او تقنيه الفيديو كونفرنس. وبعد الفوز ده طبعا الدكتور هشام التهامي شكر رئيس اتحاد الريشه واللواء احمد ناصر رئيس اتحادات او اتحاد الاتحادات الافريقيه الاوكاسا، وكمان شكر طبعا دكتور اشرف صبحي، وشكر كمان المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه. ومزيد من التفاصيل معانا عبر الهاتف الكابتن هشام التهامي. طبعا بنقول لك الف مبروك يا كابتن هشام. الله يخليك، شكرا. الف مليون مبروك، والحقيقه ده بيحط على حضرتك طبعا يعني مسؤوليه كبيره. حضرتك بس دلوقتي بتمثل مصر داخل الاتحاد الافريقي، اللعبه بتشهد طفره عندنا هنا الفتره اللي فاتت، وعندنا تاهل الاولمبياد بثلاث لاعبين، يعني عندك امور كتير وملفات كتير محتاج طبعا تساعد فيها مصر وتساعد افريقيا كلها يا كابتن. أكيد طبعا ده دورنا طبعا إن احنا نشرف مصر في أي مكان، بنحاول طبعا نعمل كل اللي نقدر عليه عشان برضو مش اسم هشام التهامي هو الاتحاد الأفريقي، بيبقى اسم مصر هو بيبقى هو الموجود. وطبعا مصر أكيد في كل المجالات يعني ليها دور كبير قوي. طبعا اليومين دول طبعا احنا عايشين الطفرات الرهيبة اللي احنا عايشين فيها، إن اسم مصر مرفوع في كل حتة، فده احنا يمكن يعني حاجه صغيره كده بنزودها لاسم مصر. يا رب احنا نكون قد المسؤوليه يا رب. اكيد يا كابتن قدها، ونتائج الاتحاد كمان واضحه ونتائج مميزه، واخيرا طبعا زي ما قلت انا قبل ما يعني اكون مع حضرتك تاهل ثلاث لاعبتين ولاعب للاولمبيات، وكنا قلنا الخبر ده اكتر من مره. طب كابتن عندك ايه في يعني زي ما بيقولوا في جعبتك للعبه الفتره اللي جايه بعد الاولمبيات؟ والله طبعا بالنسبه لمصر احنا بنحاول زي ما احنا وصلنا لاهدافنا في الفتره الدوره اللي فاتت، يمكن خدناها من اولها. عندنا كان اهداف، اولا هدف نشر اللعبه، وده حصل الحمد لله بعد ما ابتدينا يمكن بتسع هيئات، دلوقتي عندنا اكثر من 24 هيئه. طب يا كابتن طب حلو، تسع هيئات و24 هيئه، طب كم لاعب ولاعيبه دلوقتي كانوا بيمارسوا ودلوقتي بيمارسوا؟ يعني الطفره اللي حصلت في الاعداد قد ايه يا كابتن؟ يعني الطفره، لا الطفره يمكن اربع خمس اضعاف طبعا، لان الهيئات بالمحافظات يعني يعني كفايه برضو ان احنا كان عندنا حته ان انت تقول لحد لعبه ريش الطياره يقول لك ايه هي لعبه ريش الطياره. صحيح، لكن ده كان دور الاتحاد، وطبعا دوركم كاعلام سلطتوا الضوء طبعا علينا كتير، وما كنتوش هتسلطوا الضوء علينا الا لما يكون في برضو احنا في تحرك، في نتائج، في انتشار واسع. فاكيد انتوا دوركم كان قوي جدا اكيد يعني. فالحمد لله يعني انتشار لعبه، نتائج اوائل افريقيا في جميع المراحل السنيه، دي نتائج جميله جدا ما حصلت. طب يا كابتن حضرتك ده على مستوى انتشار اللعبه، طب على مستوى البطوله بقى يعني كمان احنا طبعا انتوا حضراتكم رفعتوا سقف طموحاتنا بعد ما تاهلنا الاولمبيات ان احنا وبقينا من احسن 50 دوله في العالم بتلعب اللعبه دي. احنا دلوقتي عايزين نبقى ندور على ميداليه سواء في بطولات العالم او في الاولمبياد، ماشيين على الطريق ده ولا لا يا كابتن؟ اكيد اكيد احنا ماشيين في خطط طويله المدى وخطط قصيره المدى من اول ما تولينا المسؤوليه. خطط طويله المدى احنا عندنا الناشئين اللي هم احنا اهتمينا بيهم كتير الفتره اللي فاتت، ابتدوا ياخدوا ميداليات في البطولات الدوليه اللي ما كانتش بتحصل قبل كده من الناس الموجوده دلوقتي. لكن الموجودين دلوقتي كانت الخطه اللي هي اتنفذت الحمد لله وربنا وفقنا فيها، ان احنا يعني اللي احنا الهدف بتاعنا كان الثلاثه يتاهلوا، فعلا الثلاثه تاهلوا، مش مثلا
واحد او اتنين. لا صحيح يا الحمد كابتن، لله صحيح كل المجموعه اللي احنا وعدنا بيها الحمد لله وعدت وصدقت يا كابتن هشام. طبعا الحمد كابتن لله. هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري للريشه الطائره، بشكرك شكرا جزيلا.